الدراري مساكين بزاف مغرورين مغرورين فهمتي كاع يدخلوني الفلوس الصارات الحفلات والبنات وزو الملاير معلم، ولكن للاسف الملاير مع العقليه الحفيانه كترد كطبع دوزو الملاير فهمتي. لدرجه صديق هذا صديق مريح في مراكش سعودي كيدير بحال هكا، وهو الصديق ديالي مغربي كيدير راك عارف من كيديروا بحال هكا تيرموا عليهم الفلوس المغربي ربح. ودابا شحال ديال الوقت باش تشوف الريزولطا؟ تخدم شويه تخدم، ولكن باش تحس براسك تدوز 3 شهور تخدم يوميا وحاس براسك بعد 3 شهور. الى وقت تشوف الريزولطا بعد 10 سنين بعد 10 سنين وانت خدام كونتربرونور، يقدر بعد 4 سنين يقدر بعد 6 سنين، وكان نقول لك الله يرحم لك الوالدين صبر 10 سنين غير صبر 10 سنين. كان ممكن نكون عايش حياه واعره في 2011 تحركت عندي القضيه، خدمت 2006 2007 2008 2009 2010 من الاخر ديالها عاد تحركت. هادو كنت كنضرب فيهم كي الحمار 2007 8 9 كنت كنضرب والو تيبان داكشي الفرتيت. 2009 الاخر ديال 2010 عاد بدا المومنتوم بدات القضيه كتطلع فهمتي. وكان ممكن في 2011 ورغم اني بالغت شويه في المصاريف ديالي في 2011 باقي عاقل، شريت طوموبيله بشي 32 مليون، شريت واحد جوج تاع لي زابارتمون ديال الضحى وصحابني راسي راني حكمتها وراني وصلت وكذا هادشي في 2011 الخوت. ولكن من بعد دخلت سوق راس ما بقيتش كنصرف، وليت كنمشي تنصرف فلوس كامله في البيزنس، وفهمت الدرس بان لا طوموبيله لا ابارتمون لا حتى شي حاجه ما غادي تنفعني، بقيت كنصرف فلوس كامله في البيزنس. ولا يوميا هذا كنصرف فلوس كامله في البيزنس، لان الفلوس اللي ترجع لك هي الفلوس اللي صرفتي في البيزنس ولا في العقار ولا شي حاجه انفستيتيها، اما فلوس ما عرفش دير بها اي حاجه ما عندها باش تنفع ما رجعش عليك بنفع. شريت الطوموبيله الا كانت عندك شي فلوس شايطه على جنب هاني تشري بها طون، اما شريت الطوموبيله باش تبان على عباد الله وكذا فاكين بولشيت ردي تضيع فلوسك. تنقول بلي الخدمه اللي خدمت في 2011 وتكمشت، واصعب حاجه هي تكمش، نصيحه للاخوان تعلم تكمش وتدخل سوق راسك. الا كانت شي حاجه زعما نافعاني الى يومنا هذا هي التكميشه، لعبت القنفود ودخل سوق راسك الفكرون سميها اللي بغيتي تكمش دخل سوق راسك. وبلا ما تقول لي انا سبع لاكش ما كاينش السبع، كاين عندنا سبع واحد في البلاد صافي باش نتسالوا حنا هاد القطاعات. انا السبع ما كاينش السبع كاينش السبع في البلاد، كاين القنافد كاين القنفود فاهم الدرس وكاين القنفود ما فاهمش الدرس. سمعني ندوز لك للمهم، خلينا نهضروا لا انا واش نكون قنفود باغي نكون سبع غتكون ضبعي هذا هو احسن ممكن تكون معلم. انا ما كاين يا تكون قنفود يا تكون ضبعي، اما السبع كاين سبع واحد في هذه البلاد هذه من الاخر. خلينا ندوزو لما هو مهم، كون قنفود فاهم الدرس كتكمش باش ما تكونش ضبعي. تكمش يعني فهمتي دخلوك الفلوس ما عندك ما تمشي تصرفهم وداكشي اللي كيروجوا لك. الدراري مساكين بزاف مغرورين فهمتي ديك العجب يدخلوني الفلوس الصارات الحفلات والبنات وترجع للصيرو تولي ضبعي. حنا كندوي عليها العبايه تتكمش تدخل سوق راسك، تدخل سوق راسك غتستمر. شحال من واحد كنعرف فهمتي شحال من واحد كنعرف في 2014 دخلت الفلوس انا والدري صاحبي مزيان من السي بي اي، ما شريت لا طوموبيله لا والو مكماش عندي صريفه وجالس خدام وكنفكر فين انفيستي الصريفه. السيد مشى شرا بورشا دوبل في وكيطير وكدا مع كامل الاحترام انا ممكن تشفى حتى في شي واحد، انا اصلا العقليه ديال التشفيه ديال الناس الحقيره ممكن تشفى حتى في شي واحد. السيد دابا الله كريم مع كامل الاحترام، لان فهمتي اخي بحجر الاخي يطلع بزاف وتنزل الضرب في الارض. انا طرات ليا ولكن ما كنتش طاير بزاف، كنت طاير شويه فهمتي بحال اللي قلتي غير من الدوزيام ايطاج طحت وداري تقسم في 2010 بحال هكا طحت وتسقاس حاله وبارد بلا ما نعاود لك طحت وتقصحت ونتجمعت الوقفه وفهمت الدرس. واحسن ما طرا ليا هو طحت، ما بغيتش يطرا ليا بحال هكاك ديك الساعه ما كنتش فاهم الحياه نطلع ونطير وفرح. انا عرفت لي دوزوا الملاير معلم، ولكن للاسف الملاير مع العقليه الحفيانه كترد كطبع دوزوا الملاير فهمتي. لدرجه صديق هذا صديق مريح في مراكش سعودي كيدير بحال هكا، وهو الصديق ديالي مغربي كيدير راك عارف من كيديروا بحال هكا تيرموا عليهم الفلوس المغربي ربح. ودابا ما عندش دير مو تاع شليله، وانت انا تيقلقني هادشي ملي كنشوف صاحبي
علاش تكون عندك الفلوس وما عارفش تتصرف فيهم؟ هذا كان هم ديالو يقول لك انا احسن من السواد. وكان تيخرج من البار وكيخرج معاه 20 بنت وكان طاغيه وكان فهمتي كان غادي بالطوموبيله والطرباش واتصل قلت له طوموبيله بطوموبيله ومشى عاوتاني كمل الطريق بطوم. شو كان طاغيه ما يمكنش توقفه لدرجه كان غادي ب 140 وهاد اللقطه هادي حتى هي جات يعاودوها ليا والدراري صحابو قلت لهم 15 نهار ان شاء الله الحبس غادي بحال هكا البوليس تابعينو لانه غادي ب 140 ويدريفتي كات ونزل ويزف بالفلوس عليهم بحال هكا وركب وزاد. قلت لهم مفخورين انتم بهذا الشيء يا صاحبي يا صاحبي كحسينا كحسينا الامل اخر شيء يا الحبس يا اللي جاي لكم كتساعوا ومع كامل الاحترام زعما ماشي كنت شفاف فيهم ولا شي حاجه السلطان حاليا هما في مراكش ما لقينش للاسف حتى شي وحق رب كنقولها وعيني بو يدمع ماشي شي حاجه الدراري تفخر بها ماشي شي حاجه زوينه بزاف الدراري ما فاهمينش الحياه اللعبه معلم ياك كون قنفود ما شريت بور ما شريت حتى حاجه كلاش خدم اخونا حتى في الخدمه راه هي اللي تنفعك هذيك الطريق راه ما كتنفعش فهمتي ما كتنفعش شحال من واحد صيفط لي تقول لي ها انت الفلوس ما شفنا سكره ما شفنا سهرات ما شفنا بنات السطرك غلط السطرك غلط شكون اللي برمجك السؤال هو شكون اللي برمجك بحال هكا فهمتي الدراري زعما تنتمنى شحال من واحد فين الدرس ما انا عشت الدراري دوزوا الملاير دابا ما لقيتش حتى عشا ليله للاسف علاش انا ديك الساعه ما كنتش فاهم الحياه بحال هكا وماشي دابا زعما فاهم الحياه شويه ما كنتش فاهم الحياه بحال هكا والانسان اش خاصو يدير والانسان ما خاصوش يدير ولكن انا مشيت طريق المخدرات مشيت ديك الطريق ديال فهمتي ديال ندير بحال هكا علاش خويا ندير بحال هكا هو ديال ام واحد خونا مرمي هنايا في الطور عندنا ناس في الزنق الدوله ما تعاونوش حتى نعاونوش هادشي تمثليت اللي مديتي ليه يبقى ناعس تما فهمتي ما هادشي نعاونو واخا نديرو لي درنا نشريو ليه دار ما يمكنش ديرو ليه شنو فهمتي كاين شي ناس ما عرفتش فهاد الحاجه ولكن شنو على الاقل شي دير عليه بحال هكا ديك بحال هكا ديرها على خونا هذا وما اكثرهم في البلاد يعني فهمتي المهم الخوت ندوزو امتى ممكن تشوف الريزولتا تخدم واحد العدد السنين واخا تبان لك الريزولتا تكمش ونقول لك واخا الضغط تعيا صرف واحد 10% من داكشي اللي عندك والباقي انفيستي الباقي يسمع الهضره الباقي انفيستي الباقي ماشي ديال تكون كاونتربرون كتدخل 10 مليون في الشهر يلاه مليون اللي ديالك بغيتي دير بها هكا صر الله يسخر لك راه صعيبه الا بديتي هكا ما تقدرش تساعد اتولي فهمتي كاينه واحد الروح ديال التنافسيه بنت ليا تما على قداش هو تعاود ليا كنمنافس مع شي سعودي السعودي كيدير هكا والاخر تيدير هكا والليله ما الليله كملات انه هو كملوا بخير فهمتي كملها بخير ديال الله يتسعودي ودكيت وامل فهمتي دكيت الله يتا هو يجبد وانا نجبد للاسف الخوت صبروا شويه على 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 راسكم بشويه الانسان بشويه عليه خدم اليوم تقاتل واحد 90 يوم عاد شوف الريزولتا فين وصلتي زيد 90 يوم شوف فين وصلتي ما تخدمش نهار يومين وتقلب على الريزولتا واحسن ريزولتا يخدم اليوم باش تسجل منها 10 سنين كاونتربرونور نقول انا كنخدم في 1/1/2021 باش نتجازى في 1/1/2030 عرفتي الصاد اللي قدرت توصل لهذا النيفو هذا راه الطوب حاليا انا عايش هذا النيفو هذا النيفو اللي عايش فيه دابا الخوت كان ممكن نعيش فيه في 2011 ولكن للاسف كنت غادي نرجع للور لان شنو غادي ندير نشري الوالده فيلا اتسوكي كان ممكن ونشري ما نقدرش نشري صراحه ديك الساعه في 2011 ما نقدرش نشري الطوموبيلات اللي عندي دابا بجوج ما نقدرش نشري الوالده فيلا نسافر ومن بعد انا رجعت للزيرو معلم باش غادي نخلص المصاريف وباش غادي ندير البيزنس ما نقدرش صافي يعني الليفل فاش كنت دابا عايش كان ممكن نعيش في 2012 البدايه ديال 2012 عقلت 2011 كانت زوينه 2011 كانت زوينه يعني حتى الاخر ديالها مزيان 2012 كان ممكن نكون عايش هذا الليفل هذا اللي عايش دابا ولكن ما يمكنش فهمت هاديك لقاني صرفت كاع الفلوس و تنفكر بزاف ناري اش ندير تنقول خوت خدم اليوم وما انا مزوق ما تبقاش تقارن راسك مع الاخرين لان الاكثر اللي كيطيح بنادم هو مقارن راسي مع الاخر هو ضرب اركات انا نضرب الفيات علاش انت مدمر راسك مع الاخر
ضرب شي حاجه اللي انت مرتاح فيها وسير وصل فيها وكذا. انا الخوت بالرجوله وسمحوا لي سرحت شويه ولكن نقول هذه النقطه هذه، الا كنت قسما بالله الا كنت غادي نشري الكيا، كيا بيكانتو هي اللي كنت غادي نشري، ولا واحد سوزوكي التو كنت كنفكر نشري وحده فهاد الجوج. وكنا واحد الليله مريحين في دفيو انا والدراري صحابي، كاين الشقر كاين بلال كاين حكيم مروان كاين الدراري كاملين، قلت لهم الدراري انا بعد طوموبيله وكنفكر بالرجوله غادي نشري شي بيكانتو ولا شي سوزوكي التو، وما يقولوا لي يا خاي سيمو ما يمكنش، بنادم غادي يضحك عليك في الويب، بنادم غادي يطلع عليك، بنادم راه ماشي فهم بلي انت راه يو ار فاكين سمارت، ما غادي يبقاو يقولوا لك عاوليتي يقول مليونير استقشاري الكيا بيكانتو استقشاري سوزوكي التو. وشنو قلت لهم؟ قلت لهم لا الدراري بالعكس انا راه غادي نشريها وغادي ندير بحال شي خونا حصلني، غادي ندير بحال شي خونا حصلني وصورني بحال هكا انا نازل منها ونشرها في الجروبات باش نضحكوا شويه على دوك الكومونتير ديال اول مليونير راه مطلعين عليا ونضحكوا كامل. قال لي لا اخي سيمو وحق الله فهمتي دابا بزاف الناس، انت اخي سيمو فعلا انت ديما كتقلب يطلع وضحك، ولكن كاين بزاف الناس اخي سيمو كيامنوا بيك وحتى هما كيخدموا وكيتقاتلوا تهرس لهم ديك الصوره اللي واخدين عليك، تهرس بزاف ديال الحوايج ديال كذا ديال المساكين ديال اخي سيمو على وجه دوك الدراري اللي هاكا تيتيقوا فيك وكذا، ما فيها ما جاتك والو اخي سيمو ما ديرش هاد اللقطه هادي بالرجوله. بقيت شريت الجاكوار والمازيراتي على قبل هاد فهمتي على قبل ماشي على قبل الناس باش يشوفوني، وانما على قبل هاكا الاصدقاء ديالي النصائح ديالهم. بليز اخي سيمو كاين واحد الناس كيامنوا بيك وتيتيقوا بيك وتيدافعوا عليك ما تهرسهمش، وبلوش شحال من واحد تيقول بغى يولي بحالك، بغى يولي بحالك ما بغاش يولي يسوق كيا بيكانتو وما خدامش، المهم الدراري عرفتي كيا بيكانتو باخر انت مليونير مريح مع ديال مون في قهوه وما تتبانش وعادي وما يجيب لك حتى واحد الخبار ومقنات وصافي، وبنادم شاك فيك عاطيك اتساع عرفتي شنو يا خاي صايق المازيراتي عايش كوست لوش الدراري سولني انايا كل ضو حمر يدقوا عليك الطلاب راه انت كسارق. انا واحد النهار مريح انا ومراتي في القهوه مريحين بحال هكا كاين الشاج كيصحابو ماشي ما كنسمعوش الشاج اللي من ورانا، الشاج مريحين كاين شي ناس من ورانا في القهوه كاين الشاج كيوصل ويقول له صاحبو وحديده صاحبي، قال لي ويا معلم كاع شحال ساويه الشفار الله ينال دير امهم كلاو البلاد باش يديروا داكشي. انا سمعت ديك الهضره ما عرفتش انا امتى كليت البلاد، انا ما عمر ديال امي خديت تدريب هي مشكلتي فلوس انا كامله جايه على برا، انا اصلا خدام على برا البلاد هذه مخاصر فيها من الاول حتى الاخر، ولكن انت هاكو شفاره شفار البلاد كذا عرفت شحال كتكوست المازيرات يا معلم باش تسوقها بزاف من غير سميتو، لان فهمتي خاصك تكون غادي وكتماد البيكانطو ما كاينش اللي وقف على ديال امك ما كاينش اللي سقسي فيك فهمتي، البيكانطو ما كاينش اللي سقسي فيك عشير فهمتي، هي راه زوينه وخايبه فهمتي تتسوى معلم تتسوى تماما وانت غادي في الطريق، عاد زيد الوالده تجي ما تدعي معايا الله يحفظك وليدي من العين وكذا، وانا انسان دونت توليك كيامن بالعين دونت توليك فهمتي كنامن بالعين ولكن لا تسوك شنو غادي نديرو فهمتي صافي، اما بيكانت واش جديده هي اش دير ربي ديال امك بالعين هاكين اللي جابك اصلا وتعيش مرتاح